اليوم نشوف مع بعضنا لما يكون سودار لا علاقة. عندنا هذا الطواب تاع فلازات ولا تاع لي كويزينيار هذوك، هذا تاع واحد صاحبي عنده محل تاع كان كيري، يعني شراه من السوق بالجملة، لكن لقى فيهم أخطاء كبيرة. هاو كيما راه مبين معانا في الصورة، هذا هنا مانسين كومبليتمون، يعني مون با مدايرهم سوديهم. هام هذا الشيء ديالها مالصين كاملين، عندنا هاي الروضة هذه مالصة، يعني كل حاجة محطوطة هكاك برك. هاني هنا قاعد ندير العود اللي فيهم، هاو هذا درتو سوليتو، هاو هذا كذلك، هاو هذا كذلك. شوفوا هنا الفارق اللي مداير بين لاطول واختها، بين هذه وهذه، يعني فارق كبير. نورمالمون هنا ما يكونش فارق كبير بيناتهم، نورمالمون هذه تكون اكبر من هذه بحاجه قليله. خلا هنا بيناتهم بلاك واحد فارق تاع قريب واحد سنتيمتر كيما هكا، يعني طابلات ما منزيروها تقعد معوجة على الشكل هذا، ها تقعد دائما فيها العوج. ها هادي مدايرينها تاع الدير، تدخل وتخرج، يعني نجمو نزيدو في الطول تاعها ونجمو نديروها نصغروها. هاي تدخل هكا هك، هذه تدخل هنا، هذه كذلك تدخل، يعني هنا الطول هذا يزيد وينقص. عندنا هذا من هنا مون با، يعني مدايرها من فيليه هنا. عندنا هذا من هنا الشافر، هذا مون بوان دايرو فينيها، شوفوا فيه كيفاه. الشافر هذا يعني خديها ربي برك، يعني خدمة خدمة دايرة مكرفسة خلاها، مون با يعني مفينيها. ها كاملة مالصة، ها كاملة مالصة، هذه مالصة. هذا مثاني تاع وحدة خلاف، هاني جبت مثاني ندير نريق لهم. ها يعني هنا المكان تاع العجلة هذيك، هنا كذلك، يعني شوفوا هنا ثاني الزاوية هذي مون با، يعني مدايرة مفين يا الله. هذا حتى ولو نقولوا يخدم في حاجة تجارية، واللي يكون نقولوا مبتدئ في الميدان هذا تاع اللحم، نورمالمون الايامات الاولى يخدم نوعية مليحة باش يكسب اكبر عدد من الزبائن، لكن بالطريقة هذه تسمى راح يدير ويخسر الزبائن تاعو، لأنه ما خممش، ما دارش حسابه على النوعية تاع البرودوي تاع المنتوج، قاعد يحسب للجانب المادي.
كيما هكا يعني هذا اللي يشري عليه ما بقاش يدور والو باش تشري حاجة انت كيما هادي. نديروها احنا غير بمية الف قرو تولي تعاود فيها. انا يسمى راح نعاود نمد ونزيها برك، يعني مانيش راح ندير نخلص عليه. هذا مشروع مليح هذا تاع الطوابل هذا، بالك المرات الجايين ندير كيما الكيل تاعهم هذا كيفاش نديروه من كيفاش نقدروا نخدموهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.